أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مشورة أسرية. إحنا نتكلم في حلقتنا النهاردة عن موضوع مهم جدا، يمكن بالأكتر بيخص المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية. هو موضوع هيبقى بيمس حياتنا وحياة بالأخص أولادنا، هيكون بيمس الجانب الروحي والجانب العقائدي والفكري. هنتكلم عن المواد الجديدة اللي هتدرس لأولادنا في المدارس، هي مادة الـ LGBT. طبعا يمكن معظم، إن ما كانش كل الآباء، ابتدوا يقلقوا على مستقبل ولادهم وعلى حياتهم الروحية بعد ما سمعنا الخبر ده، فده اللي هنتكلم فيه في حلقتنا النهاردة. بس رحبوا معايا الأول بضيفنا المنورنا مباركنا نيافة الحبر الجليل أنبا يوسف، أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية والحاصل على الدكتوراه في المشورة الأسرية. أهلا بنيافتك يا سيدنا. أهلا بيك سيدنا. يمكن يعني زي ما قلت، كل الناس ابتدت تقلق بعد ما سمعنا موضوع مادة الـ LGBT ان هي هتدرس في المدارس لولادنا. يعني بقينا الاول كنا بنخاف على اولادنا من الجو المحيط حواليهم، بس احنا بنربي اولادنا جوه الكنيسة وبنحاول اننا نزرع جواهم القيم الدينية والروحية بتاعتنا. بس دلوقتي بقى الموضوع اصعب، ان هم عايزين يعلموهم حاجات صعبة جدا ومن سن صغير قوي. فعايزين نعرف من نيافتك في الاول، ايه هي المادة دي بالظبط؟ الحقيقة ال LGBT دي اختصار ليزبيان جاي بايسكشوال ترانسجندر، وحن بيزودوا لها كيو، يعني زولوا بعض حروف كده، مش عارف يوصل لغايه فين. ابتدى الموضوع ان بعض الناس ابتدى يقولوا ان احنا هوموسيكشوالز، وابتدوا يطالبوا بحقوق ليهم، وابتدوا يضغطوا على البلد، وللاسف في كتير ابتدوا يساندوهم ويوافقوا على اعطاء حقوق ليهم. حقوق من جهه ايه؟ طبعا يعني في حقوق اللي هي المساواه، الاكل والشرب وكده، لكن بنتكلم حقوق من جهه مثلا حقنا ان احنا نتجوز، يعني اتنين رجاله يتجوزوا مثلا او اتنين ستات يتجوزوا. طبعا ده تقنين للخطيه، وفي نفس الوقت ممكن الناس تقول طب خلاص هم عايزين يتجوزوا، الجواز ده مش هيأثر عليا. لا، الحقيقه بيأثر علينا وعلى اولادنا. وابتدوا يعملوا ماركتينج شديد جدا جدا، يعني مثلا افلام تبين تخلي الواحد يتعاطف معهم. يعني الواحد يتفرج على فيلم من الافلام دي يجي في الاخر يتعاطف معهم جدا. يعني افلام مثلا بيصوروا حاجه اسمها كونفيرجن ثيرابي، ان هي ان الواحد ازاي يرجع تاني يبقى طبيعي، يبقى نورمال. يعني لو واحد عنده ميول للمثليه الجنسيه ازاي يقدر يتعالج ويرجع انسان طبيعي. okay. فعملوا افلام على الكونفيرجن ثيرابي دي، بتصوره بصوره بشعه بحيث الناس ترفضه. وخلوه الليجل، يعني لو انا فاكر رقم مظبوط، في 31 ستيت في امريكا. أوكي. يعني لو واحد طبيب نفسي مثلا حب يساعد واحد هوموسيكشوال انه يبقى طبيعي، لو هو بيشتغل في حد من في اي ولايه من ال 31 ستيت دي، ممكن يفقد الرخصه بتاعته، لان ده بيعمل حاجه الليجل. يعني سيدنا ان هو يرجعه يبقى بني ادم سوي او طبيعي، ده ضد القانون ويتحاكم في 31 ولايه. اوكي. على ما اعتقد او يمكن اكتر، بس على الاقل 31 ولايه. فاللي انا عايز اقول دي هجمه شيطانيه علشان يعني تفسد. ما هو اصل وانس ان السكشوال ايموراليتي دخلت في العالم، خلاص يعني العالم كله بيقع. فدي هجمه شيطانيه. وبعدين هم بقى مش عايزين يقفوا عند حد، فدلوقتي ابتدوا يعملوا مثلا في المدارس في شهر معين هم بيحتفلوا بيه بالLGBT،
ان لو اي طالب استضاف واحد من الهوموسيكشوالز دولت عندهم في البيت هياخد بونص. واو. علشان يشجعوا الولاد مثلا. ابتدى مثلا الاعلام بتاعتهم اللي هي زي الرينبو بس ناقصه لون. وهنا الشيطان بيخدع. الشيطان رينبو ده علامه الرحمه ان ربنا بعد الطوفان قال هيحط قوس قزح. فالشيطان عشان يخدع الناس ما خدش كل القوس لكن شال منه لون علشان يخدع بيه الناس. فابتدوا ياخدوا الحاجات دي. وللاسف وكتير من ولادنا مثلا بيعملوا شيرنج للاعلام دي بطريقه يعني غلط. وهما بقى مش واقفين عند حد. بعد السيم سكس مارج ابتدوا يخشوا في موضوع التغيير الجندر. تحول الجنس. وابتدوا يعملوا ده حاجه نورمال. ده من ضمن حقوق الانسان ان الواحد يختار الجندر بتاعه. وللاسف فرضوها علينا من غير ما ياخدوا راينا. اقصد ايه فرضوها علينا؟ يعني النهارده لما تروح تشتري تذكره من شركات كبيره وتيجي عند الجندر تلاقي مدينك 4 جندر تختاري منهم. ميل في ميل unspecified undisclosed. مش عارف يعني ايه unspecified. يعني واحد مش عارف هو واحد ولا واحده يعني. undisclosed يعني مفاجاه مش هيقول للناس انا ايه يعني. ابهركم. يعني ايه يعني unspecified. ده بيبين العقل اللي بقي فسد بالخطيه ومشيت كده. بعدين مثلا تروح عند عايده الدكتور الدكاتره تكتبي كده. بعدين يقول لك انت عايزه هاو تو بي ادريست هي ولا شي ولا ات ولا ذي ولا يعني. وابتدوا يدخلوا الموضوع الترانسجندرزم دي ويفرضوها على الناس بهدوء والناس ابتدت تستجيب ليها. يعني ما وقفوش للحكاية دي. من حوالي اسبوعين قريت يعني خبر يعني صعب بالنسبة لي ان فيه اب في نيويورك رفع قضية في المحكمة علشان يقول ان من حقه ان يتجوز بنته. ده الاب هو ال انا مش عارف احنا هنقف لغايه فين. هو يمكن الغريبه في النقطه دي سيدنا انه هنا بالذات كان غلط ان الواحد يتجوز مثلا من الكوزن بتاعه ابن اكزاكتلي. يعني فبقى الاب عايز يتجوز من يعني بنت. دي كانوا بيعتبروها ان هم اخوات ما بيتجوزوش. ففي قضيه مرفوعه ما اعرفش القاضي هيحكم فيها ازاي. لكن انا شايف ان هم بقى مش واقفين عند حد. زادت بقى وغطت زي ما انت قلت بقى انه عايزين يدرسوا الكلام ده بقى في المدارس. الفكرة ان هو عايزين يعملوا الكلام ده نورمال. ودي فلسفة بيسموها social construction. ايه social construction؟ بيقولك حكاية انها نورمال ولا مش نورمال ده السوسايتي هي اللي بتقف عليه. يعني لو السوسايتي النهاردة كلها وافقت ان السيم سكس ماريج ده دي حاجة عادية تبقى حاجة عادية. لو السوسايتي قالت لا تبقى لا. يعني مش بيبصلها دي حاجة إلهية لكن بيبصلها دي حاجة عادية. يعني احنا عايزين نغير فكر السوسايتي اللي احنا موجودين فيها انه يقبلوا ده على ان دي حاجة عادية. وانس ان يقبلوها كحاجة عادية بيت حاجة عادية ما تخوفش بعد كده. وده اللي ابتدوا يعملوه. يعني كل السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي التلفزيون الاعلانات الافلام كلها مركزة على ده. دلوقتي بقى عايزين يدخلوا الكوريكولم في المدارس انه يدرسوا المادة دي علشان يبقى الطفل من هو صغير يقولوا له ان انت من حقك انت ممكن تكون ولد في جسم بنت او بنت في جسم ولد. ودلوقتي قصاد الكونجرس والسنت حاجة اسمها Equality Act.
الإيكواليتي أكت دي بتقول إن دي الترانسجندر والهوموسيكشوالز وكده they are federally protected، يعني محميين بالفيدرال لو فيدرال، بحيث مثلا لو طبيب رفض يعمل إجهاض يبقى هو مخالف للقانون الفيدرالي. لو مثلا ولد قايل عن نفسه ان هو بنت وعايز مثلا يبات مع البنات في الدور مش بتاعت البنات، لو قالوا له لا يتحكموا فيدرالي، يبقى هو داخل في مخالفه فيدراليه. واو. لو ولد عامل نفسه بنت، يعني سوري، حب يستخدم مثلا الباث رومز بتاعت البنات، برضو يعني دي حاجه مخالفه فيدراليه لو قالوا لا. بالطريقه دي الحاجات دي هتاثر على اولادنا، يعني بناتنا ممكن نلاقي اولاد معاهم نايمين في نفس الدور، داخلين معاهم في الشاورز، داخلين معاهم في الحمامات والسبورتس مثلا. يعني معروف البنيه بتاعت الولاد اقوى بنيه جسديه، يعني فمثلا لو ولد يعني قايلين عن نفسهم بنات فهيخش يلعبوا كانهم بنات، فدول يعني ممكن يعني يغيروا في نتيجه المسابقه السبورت. طبعا الكنائس النهارده لو كنيسه مثلا قالت لا احنا مش هنجوز الهوموسيكشوالز هيبقوا برضو عندهم مخالفه فيدراليه، لان كده احنا ضد الايكواليتي اكت يعني. ف يعني وبعدين الموضوع ده متكتم عليه، يعني ما لقيناش مثلا في السوشيال ميديا ناس بتتكلم عليه وبتقول لا الحقوا، يعني ماشي كده بهدوء ومتغطى عليه ومحدش لحد ما يتوافق عليه ونتفاجئ ونلاقي نفسنا كده بقينا يعني مع في صداره كده مع الايكواليتي اكت. للاسف بقى كتير كمان من ولادنا خصوصا السكند جينيريشن وكده ابتدوا يتشبعوا بالافكار دي وتحت اسم الانكونديشنال لاف، الحب غير المشروط، وتحت اسم التولرانس وان احنا القبول وان احنا بنحب كل الناس وبنقابل كل الناس، ابتدوا يدافعوا عن المبادئ الغلط دي، وهما مش عارفين ان دي يعني بدايه الكوربشن وبدايه سقوط الدوله. يعني اي كوربشن، اي فساد اخلاقي وديني هيؤدي في الاخر الى سقوط الدوله. هم مش مدركين ده ومش مدركين الخطر اللي بيأثر على ولادنا. ومن هنا برضو حمايه ولادنا من اللي بيقروه في السوشيال ميديا وبيتكلموا مع مين وانه تشات رومز اللي بيخشوها مهمه جدا. انا يمكن ذكرت قبل كده انا في ام كلمتني من فتره قريبه قوي بتقول لي بنتها 10 سنين بتقول لها ان انا حاسه ان انا ولد انا مش بنت. يعني حاجات مرعبه اللي احنا بنمر بيها، يعني 10 سنين احنا على ايامنا 10 سنين ما كانش فاهم حاجه في الامور دي، انما النهارده 10 سنين تتكلموا على السيم سكس مارج والهم احنا الكلام ده على ايامنا الواحد ما فهموش، يمكن لما دخل كليه الطب وابتدوا يدرسونا الحاجات دي على انها شذوذ جنسي. طبعا النهارده حتى في الدي اس ام اللي هو الكتاب بتاع الدياجنوستيك مانيوال كان زمان الحاجات دي بتتحط على انها شذوذ جنسي، دلوقتي اتغيرت بديفرنت لايف ستايل، حياه طبيعيه. فيعني اتمنى ان موضوع الكوريكولم ده، لان ده هيأثر تاثير سلبي جدا، بيتعمل لهم غسيل مخ اطفالنا، فده هيأثر على الجيل الثاني والجيل الثالث من ولادنا، هيكبروا متصورين ان ده وضع طبيعي. فدي حاجه خطيره جدا لو الكوريكولم ده، انا عارف ان في بعض ولايات اتقنن فيه تالي زي عندكم في نيويورك او نيوجيرسي. لا للاسف ما اتقننش فيه. لا طب كويس، يبقى لسه ما اتقننش.
لا سوري، هو فعلا خلاص بقى يعني ما ده انا اقصده. سوري، هو للاسف بقى خلاص للاسف نوع بقى خلاص قاعده يعني، ما نقدرش نفايوليت يعني، خلاص هيتدرس. هو دلوقتي ودي سيدنا بقى شويه شويه هتسبريد في كل بقيه الولايات في امريكا، ما هي بتبتدي عندكم. هي للاسف الفكره انه نيافتك بتقول انه احنا نحاول نتابع مع اولادنا هم بيتفرجوا على ايه، بيسمعوا ايه، بيقروا ايه دلوقتي. يعني احنا كآباء احنا كنا بنحاول نعمل ده، وحاسين انه ضغط كتير علينا، وبنصلي يا رب حافظ على اولادنا. فدلوقتي بقى في المدرسه اللي هو حاجه ما بقت بره ايدينا خالص، وتقريبا اللي هو هيزرعوا في الولاد انه ما ينفعش اهلك يقولوا لك ده مش من حقك، ما ينفعش الكنيسه تقول لك ده مش من حقك. فالموضوع بقى كارثي. وكمان هم يعني ميبي لو كانوا هيعلموا للأولاد مثلا في سن أكبر شوية، هنكون حتى زرعنا فيهم إنه ده ضد إرادة ربنا، وده مش الطبيعي، ربنا خلقنا ذكرا وأنثى. لكن هم كمان عايزين يعلموه من كيندر جاردن، يعني يمسكوا الطفل البريء اللي لسه مش فاهم أي حاجة ويقولوا له أنت تقدر تختار أنت تبقى إيه. ما هو انا طبيعي كطفل مش مدرك اي حاجة، هقول طب خلاص اجرب بقى يعني. ف نيافتك شايف الدنيا ماشية ازاي؟ يعني ايه اللي ممكن يتعمل؟ طبعا ده اول حاجة يعني يأكد على دور البيت والكنيسة في مناهج برضو مدارس الاحد ومناهج وفي البيت، ان هم يبتدوا بقى من قبل ما يبعتوا ولادهم المدارس انه يبتدوا يعلموهم يعني المبادئ المسيحية السليمة، سواء في خصوصا في الموضوع ده ان ربنا لما خلق ذكرا وانثى وتركيب الفسيولوجية والتشريحية بتاعت جسم الانسان بتؤكد هذا، يعني ما ان اللي بيتقال ده حاجات يعني العمر البشرية 7000 سنة ما سمعناش عن الكلام ده، وحتى لما كان بيحصل زي أم سدوم وعمورة وكده كان بيعتبر ان ده خطية وان ده غلط. انما النهارده بنقنن الخطية، الخطية بنقول ما نقولش انها خطية، بنقول دي حاجة كويسة والناس بيتباهوا بيها والناس بيدافعوا عنها بيقننوها. النقطة التانية أهمية بقى المدارس القبطية، يعني لابد ان يكون في مدارس خاصة، مدارس قبطية في كل الأماكن علشان نشجع ولادنا، وايضا نشجع الناس اللي هم مش اباط ولكن ليهم المبادئ المسيحيه السليمه وعايزين يربوا ولادهم في جو مسيحي سليم، انه يبعتوا ولادهم في المدارس دي. يعني انا شايف النهارده ان المدارس المسيحيه دي ضروره، مش لكجري، يعني حاجه ضروريه جدا. يعني الحاجه الثالثه ان نبتدي ندرس فكرة الـ virtual schools، ودي مقننة هنا في امريكا، و virtual يعني اونلاين سكول ليها نظام معين، ودي برضو خصوصا في الولايات اللي فيها اعداد صغيرة ما فيهاش اعداد كبيرة نقدر نعمل فيها مدرسة ويبقى عندنا عدد طلاب يلتحقوا بالمدرسة دي. ففكرة الفيرتشوال سكول تحل المشكلة. واحنا عندنا في الإبرشية هنا احنا عندنا يعني مدرسة قائمة في ناشفيل، في أكتر من مدرسة تحت التأسيس زي في سانت فرينا في كلير ووتر وكذا مدرسة تانية بتتأسس في الإبرشية، بس ابتدينا نأسس برضه فيرتشوال سكول لأن احنا عندنا مثلا ولايات صغيرة الولاد دي ما نقدرش نعمل فيها مدرسة كاملة يعني. وبنعمة ربنا على شهر أغسطس اللي جاي هتبتدي الفيرشوال سكول، وأنا الحقيقة بشجع الأباء يبعتوا ولادهم في المدارس المسيحية دي، لأن الحقيقة أنا يعني المواد اللي بيبتدوا يدرسوها والجو اللي موجود في المدارس الأخرى دي الحقيقة جو مسمم، وأنا بستخدم كلمة مسمم بالأفكار الخاطئة اللي هي ممكن تهد الروحانية والأخلاق في ولادنا
من زي ما انت بتقول كده من كيندر جاردن, من منذ نعومة أظافرهم يعني. فياريت برضو يعني كنائس والإبرشيات تفكر في موضوع الفيرتشوال سكول زي كبديل لو مش هنقدر نعمل مدرسة مدرسة يعني قبطية قائمة يعني. لكن الحقيقة التيار صعب, والكنيسة عايزة النهاردة كل واحد يبقى زي أثناسيوس, يبقى واقف كده كونترا موندوم ضد العالم علشان نقدر نحمي على إيماننا وندافع على أولادنا وندافع على الأخلاق والمبادئ والمسيحية. لأن التيار يعني الشر زاد بطريقة بشعة بشعة في العالم. أنا مش متخيل الشر عمال بيزيده بسرعة يعني في آخر كام سنة عمالين من حاجة للتانية بالضبط كل ورا بعض, وحاسين ان احنا مش قادرين ناخد بريك يعني. بيزيد بطريقة بشعة طريقة بشعة. هو يمكن احنا يعني كأولياء أمور بقى احنا عمالين نتصدم يعني كل شوية نتصدم بحاجة مختلفة عايزين يعلموها للولاد. فهي فكرة انه حتى لو فيرتشوال سكول مش لازم يعني اكيد مش كل الولاد هتقدر تعمل مدرسة تبع الكنيسة. فأنا شايفة دي فكرة كويسة, ويمكن ده يعتبر من فوائد كورونا إنه الولاد اوريدي الفترة اللي فاتت قعدوا في البيت وكان المدرسة أونلاين, فيمكن اتعودوا على ده شوية. بس هل يا سيدنا نيافتك شايف إنه لو الولاد فضلوا المدرسة بتاعتهم فيرتشوال سكول يعني حسن ما هو ده هيأثر برضو على ان هما تعاملهم اجتماعيا مع بقية الناس, بتبقى كل حياتهم زي ما نيافتك ذكرت في حلقات قبل كده من ورا الشاشة. ده بالنسبة للمدرسة, انما يعني بنعمة ربنا يعني بعد الفاكسين كده الدنيا بتبتدي يعني ترجع طبيعي شوية. فلازم السوشيال اكتيفيتيز في الكنائس تزيد يعني مثلا الولاد يخرجوا يقضوا ايام رياضية ايام روحية يكون في أنشطة. وبرضو ممكن نتفتح مع كنائس يعني مثلا لو ما عندنا بين كنيسة سوريان أرثوذكس أرمينيان اللي هم إخواتنا في العيلة الأرثوذكسية نتفتح عليهم بحيث ولادنا ما بقوش يعني منغلقين جوه دائرة معينة بس برضو بيشوفوا other cultures وثقافات أخرى وبيتعاملوا معاهم. فيعني تعويض الحتة دي ان بدل ما الولاد بيروحوا المدرسة كل يوم وكده لازم يكون الكنيسة عاملة البديل الاجتماعي ده علشان برضو أولادنا ما بقوش مقضيين كل وقتهم يعني behind the screen. والحقيقة برضو حتى يعني يعني among الأمريكان اللي هم غير أرثوذكس في ناس كتيرة مسيحيين ومحافظين جدا وليهم المبادئ السليمة. برضو مفيش مانع من يعني ان احنا يبقى في اكتيفيتيز معاهم ونشرك ولادنا فيها. طبعا محتاجة حكمة في يعني ازاي to handle this issue عشان برضو الحفاظ على الإيمان المستقيم بتاع كنيستنا. لكن النهاردة برضو من الحاجات اللي هي مزعجة ان في تخويف لأي واحد يقول كلمة حق. يعني مثلا لو واحد هاجم مثلا LGBT دولت من على منبر في كنيسة أو من على موقع من مواقع السوشيال ميديا تلاقي كل مثلا الهجوم بشديد عليه, وممكن يتعمل له بلوك, ممكن يتعمل له بان يعني تتشال كل الماتيريال بتاعته. يعني انا لسه سمعت ان في اب كاهن من الكنيسة الروسية راشن أرثوذكس كان بيطبع 40,000 واحد وكان له يعني عظات كونسرفتيف وطبعا ضد كل الكلام الغلط ده يعني شالوا كل العزات بتاعته وعملوا له بان ايفن من غير ما بيعملوا له نوتيفيكيشن ان هنعمل لك ده. ايه التهمه بتاعته؟ ان هو كونسرفتيف. التهمه بتاعته ان هو بيقول كلمه الحق. بالنهارده بينج ا كونسرفتيف ده معناه ان انت متعصب, ما عندكش محبه, هوموفوبيك, كل بقى الالقاب دي اللي هو الليسته اللي
بتأتاك الناس اللي هي عايزة تعيش صح. وابتدوا بقى يسموا بقى كونسبت تاني بروجريسيف كريستيانيتي. البروجريسيف كريستيانيتي دي اللي هي بتؤيد بقى كل الأفكار الغلط دي وبيدافع عنها. ولو واحد اتكلم غير كده بيهاجموه هجوم بشع. وهم بقى بيعتبروا ان هم اللي فاهمين الكريستيانيتي الصح وهو هم المسيح معاهم وهو المسيح بيدافع عنهم. والمسيح موافق على الهوموسيكشوال والسيم سيكس مارج، موافق على الترانسجندريزم وضد الكونفرجن ثيرابي. كلام كله كوربت مايند. كلام صعب. كلام صعب. سيدنا هو يمكن كل ده كمان يعني انا شايفه انه ضد الحريه اللي هما بيتكلموا فيها. يعني طبعاً. انا دلوقتي شايف ان اللي انت بتعمله غلط، بس انت حر انك تعمله وانا حر ان انا اقول انه ما يناسبنيش. هذه الحريه المفروض. هو يمكن احنا للاسف وقت حلقتنا خلص، بس اكيد الكلام في الموضوع ده كتير. فاحنا بنشكر نيافتك جدا. نيافتك نورتنا وباركتنا سيدنا، وهنكمل مع نيافتك في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. شكرا. أعزائي المشاهدين، زي ما سمعنا الموضوع صعب ومحتاج مجهود جامد جدا من الكنيسة ومن البيت. لسه هنكمل كلامنا مع حضراتكم في الحلقة اللي جاية. أنا ختاما بشكركم وأشوفكم على خير في حلقة جديدة من مشورة أسرية.